صلى الله عليك. سمعت الوالد يقول السائل: نحن في منطقة جازان ينتشر عندنا شجرة القات، فما حكم أكل هذه الشجرة مع أن بعضهم يستبيحونها بحجة أنها لم تذكر في القرآن؟ ذكرت في القرآن ويحرم عليهم الخبائث، والقات من الخبائث، فكل خبيث فهو حرام بنص القرآن، بل القات أشد من الدخان، والدخان كما تعلمون كلام الأطباء فيه أنه مضر وأنه خبيث، وأن القات أشد من الدخان، فيدخل في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. نعم، انتهى. الله.